تعود المحاولة إلى تيغالي، إسماعيل مطر، إسماعيل الله على لمسة، على انطلاقة، على فرصة، وين طالع حارس حتى، وين رايح حارس حتى، فرصة الثاني عن تيغالي، ينتهي كل شيء عند تيغالي، الخبر اليقين، والعنابي يضرب في مناسبة ثانية في الأجواء الجميلة، الوحداوي يأتي بالأخبار الجميلة ويتقدم بهدف ثاني، يبحث عن إرضاء محبينه وعاشقينه، يعيد لهم الصورة الحقيقية لأصحاب السعادة. مين اللي بدأ الهجمة؟ هو تيغالي. مين اللي أنهاها؟ تيغالي. الحارس درويش وين كان؟ رايح. وين كان؟ خارج. الخروج ما كان موفق، وبالتالي في هذا المكان يوقف الكلام. خلاص تيغالي يعرف تماما كيف يأتي بالبصمة التهديفية. الله يا إسماعيل على تمريرة، وبعد ذلك هدية الوافد الجديد، هدية الوافد الجديد.